بريطانيا يعني لن يستطيع بوتين محاربة العالم كله أيا كانت القوة التي يحملها. هناك عديد من المجانين في العالم يعني كانوا يحلمون بالسيطرة على العالم لكنهم فشلوا، واحنا شفنا هتلر كان بيحاول يقوم بهذا الدور وفشل، وشفنا نهاية هتلر كيف كانت، وستكون نهاية بوتين ليست بعيدة عن نهاية هتلر بكثير. يعني عندما يظهر بوتين بهذه الصورة ويعني أمام الغرب يتحدى بحسب تقارير تحدى الجميع وأعلن هذا القرار، وذكرت بأن العقوبات لن تكون رادعة لبوتين، ما الذي سيكون أو يعني مسألة أن يكون نهاية بوتين كنهاية هتلر؟ على أي أساس سيد مجدي ذكرت ذلك؟ أن يتجاوز حدوده ويحاول أن يمس أي دولة خلف الناتو، وأعتقد أن هو يعني بيعيش لحظات من جنون العظمة زي ما هتلر كان بيعيش لحظات جنون العظمة، وكان بيتحدى العالم كله زي كما يعني يتصرف هتلر تماما كما كان يتصرف بوتين. يعني على سبيل المثال حجة المواطنين نفس الحجة اللي كان بيستخدمها هتلر، نفس الكلام حرفيا اللي كان بيستخدمه هتلر هو اللي بيستخدمه بوتين حاليا. فيعني التاريخ يكرر نفسه والنتائج أيضا ستكرر نفسها، لا يوجد شخص يستطيع السيطرة على العالم ولا يوجد شخص يستطيع محاربة العالم كله أيا كانت يعني قدرته العسكرية. القدرة العسكرية الألمانية كانت قدرة عظيمة جدا واستولى على معظم أوروبا في فترة قصيرة، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ فيعني التاريخ سيكرر نفسه مرة أخرى، أعتقد أن احنا بنشوف إعادة كتابة هذا التاريخ مرة أخرى لكن في دولة أخرى، ليست في ألمانيا ولكن في روسيا.